الفيلا هي هادي 5 دقائق على البحر، إقامة محروسة، المدخل الرئيسي مولاي. شوف 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 لي المدخل الرئيسي. تحية بعدا كبيرة لجميع عشاق الهوجة وجميع محبينا الكرام. تفضل معي يا مولاي لكي تسقي عيناك يا مولاي. الله 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 الله. تحية كبيرة لعشاق الهوجة، معكم عمر حفتي. 630 أو لا 430 متر مساحة ديال الأرض. ثلاثمية وثلاثين المساحة المبنية. هذا الإخوة ماشي البيع. عندك التراس الرائع، غير التامة. شوف غير التامة ندير هاد الجردة، غير التامة باش مصلوحة الجردة. 100 مليون سنتيم. أوي. شوف 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 لي مولاي الجردة كيفاش دايرة. شوف هي المسبح بهاد بيير دو بالي، صراحة قمة الفخامة. عندك الامن، عندك الامان، جميع ظروف العيش كريم كاينه في هذه الفيلا الاخوان. طابي غولونت، اش بغيتي تكسر؟ اش بغيتي تكسر؟ كلشي عندك. تقريبا المساحه الفيلا ذات 4 واجهات، يعني مشمشه مزيان. وجمالية الفيلا نهارا عاوتاني مغاير لجمالية الفيلا ليلا. يا سلام. عندك الالومنيوم ستروغال الرخام في الارض. راه فيها الطابيات غير حيت السيد حاول يحيد الطابيات. شوف لي يا مولاي هاد لابياج ديال العود الشان. الفراش اخوان زيبرانو، قمة الفخامة صراحة. برافو. غنوريكم السويت، مطبخ وهذا رائع. اي حاجة كتشوفو في الاعلام يا اخوان كتبقى هنا. عندك لاكاف، يعني فيها 3 طوابق. نطلعو بعدا نوريكم الطابق العلوي، نوريكم السويت. اللي ما شريت نزاه، اللي ما شريت دي افكار، لي ما جري يهز الدور فوق ويقول يا رب يا رب تجيب لي التيسير وترزقني انا بشقة الاحلام ديالي. يا سلام. غرفة النوم الاولى او السويت الاول بالباخية في الارض. وعندك التيراس فوالا، هنايا دوش اليطاليان سانيتير دورافي. السويت رويال واعر الاخوان، بقاو معايا حتى الاخر. السويت الثاني حتى هو عندك لي بلاكار وباكي في الارض وبابي بانت في الحيط. وعلى في التراس عشاق المنوار. واعر الفيلا. شوفوا السويت بارونتال، يا ربي ما يكونش تسد.